هشرح لك النهاردة ازاي تعدن عملة البيتكوين على تليفونك، وكمان هنسحب النهاردة قدامك $160 فقط من التليفون. من افضل واضمن البرامج لتعدين عملة البيتكوين هو برنامج كريبتو تاب. مش مطلوب منك اي حاجة غير انك انت تنزل الابليكيشن على تليفونك وبتبدأ التعدين كل 3 ساعات. وكمان النهاردة هشرح لك ازاي تضاعف التعدين بتاع حضرتك وتاخد سرعة اكتر. بالمناسبة في $20 النهاردة هدية في التعليقات، ما تنساش تعمل لايك بتاعك الجميل وتعالى اشرح لك. رابط تحميل التطبيق هتلاقيه مثبت اسفل الفيديو في الديسكريبشن وموجود في اول تعليق. اول حاجة هنشرح للناس الجديدة ازاي تحمل برنامج التعدين وتبدأ التعدين بتاعك وتضاعف السرعة وتعمل اثبات سحبه. بعد كده طبعا هنرجع للناس اللي هي مهتمية بالايردروب. احنا عندنا ايردروب شغال بقيمة $500، ولكن طبعا هنخليه $1000 عشان دلوقتي زي ما طبعا حضرتك شايف عندنا $14,000. تقدر حضرتك ترجع للفيديو، واي حد يقدر يكسب $40 لسه الايردروب شغال، هينتهي يوم 20 فبراير في نفس الشهر. ارجع اتفرج على الفيديو ده لو انت عايز تكسب $40 لو انت لحد الان ما كسبتش، او هتلاقي تفاصيل ازاي تشارك في فيديو او في ايردروب بال$1000. عشان طبعا تحمل برنامج التعدين هتلاقي رابط التحميل اسفل الفيديو، هيحولك في صفحة زي كده. بتفتح معاك صفحة زي كده على حسب نوع تليفون حضرتك بينزل التطبيق. لو انت اندرويد بيظهر معاك اندرويد، لو انت ايفون نفس الكلام. بتنزل اول نسخة، ركز معايا، بتيجي هنا حضرتك بتعمل اسبتار، والحركة دي بنعملها في كل النسخ. ركز هنا يا زميلي على علامة التعدين وبندوس اوكي عشان نفتح التطبيق بعد ما بننزله. بيظهر معانا طبعا واجهة التطبيق، بنجي هنا على البانل الاسود وبنقول له عايزين نعدن بيتكوين. بمجرد ما بندوس عليه كده بيقول لحضرتك اوكي عايز الحساب بتاع حضرتك اللي هتعدن عليه، او تقدر تدخل بفيسبوك. لو دوست كده على الجيميل بيقول لحضرتك اختار الحساب اللي انت عايز تعدن بيه بيتكوين، فبتقول له مثلا هدخل بالجيميل ده. حساب جيميل، مش مطلوب منك غير ان يكون عندك حساب جيميل فقط. بتفتح معاك الصفحه زي كده صاحبي، ركز بقى عشان في ناس بمجرد ما بتوصل للخطوه كده بتقفل التطبيق. اول حاجه ده بفلوس، ولكن انا هخليك دلوقتي تعدن مجاني. بتنزل كده شويه، ركز هتلاقي في حاجه اسمها هنا ديسكارجار ليتل، يعني تحمل تطبيق من هنا مجاني. لازم تحمله من نفس المكان ده، لو حملته من جوجل بلي مش هيفتح معاك. بمجرد ما بتدوس عليه بيحولك على التليفون بتاعك وبتحمله نفس الطريقه الاولانيه، وبتيجي تعمل اوكي، وبتيجي حضرتك هنا على علامه البيتكوين. احنا حملنا التطبيق الثاني اللي هو بتاع التعدين، وبنيجي ندوس على علامه التعدين. زي ما طبعا حضرتك شايف هنا بيقول لك اوكي فتح معاك التطبيق، افتح البلان. بتدوس عليه حضرتك بالشكل ده بيقول لك ادخل بالايميل اللي انت دخلت بيه في الاول، فاكره؟ فبتدوس عليه بالشكل ده وبيظهر لك طبعا الجيميل بتاعك، بتدخل بالجيميل. زي ما انت طبعا حضرتك شايف هنا مبروك عليك كده عندك برنامج التعدين. ركز بقى صاحبي، في ناس بمجرد ما بتنزل التطبيق ده بتثبت على هاش 300. اول طريقة انك ازاي تعدن بشكل اسرع او تزود التعدين، بتيجي حضرتك هنا على اكتفار كل 3 ساعات، وزي ما انت طبعا شايف هنا عندك اصفار. بمجرد ما بتدوس لو اول مرة هتثبت على هاش 300. بتجيبها منين اهو؟ بجيبها من هنا اكتفار. لو انت اول مرة هيثبت معاك 300. ايه 300؟ 300 هاش، بتعدين بطيء جدا. لو دوست عليها بالشكل ده حضرتك وجبتها على اليمين والشمال زي ما انت شفت في اول الشاشة بيبدأ معاك التعدين. ولكن طبعا انا هقول لك على ثغرة تاني ازاي تاخد اكتر. بتنزل طبعا تحت هنا على 1000 هاش وبتقول له اوكي. ايه الفكرة؟ بتنزل تطبيق هنا VPN، بتفتحه مرة واحدة فقط وبعد كده بتقفله. اهو زي ما انت طبعا شايف بنزل التطبيق، سلس وسهل جدا. ده تطبيق VPN تابع للشركة، بتنزله مرة واحدة وبتفتح التعدين على اي بلد وبعد كده بتقفله. هو بيقول لك حضرتك فين الجيميل اللي انت هتدخل بيه او اللي انت دخلت بيه، فبتدوس هنا بالشكل ده بيفتح لك الجيميل، تدخل برضو بنفس الجيميل اللي انت كنت مسجل بيه. وبالشكل ده يا صاحبي بيقول لك تمام انت عندك كده ال VPN. الخطوة اللي بعد كده بتديله صلاحيات، بيقول لك التطبيق صلاحيات، بتخش على التطبيق وبتشوف هو موجود فين، تفتح له الصلاحيات طبعا من عندك، دي حاجة كده انت عارفها، صلاحية ال VPN. وبترجع يا زميلي، بمجرد طبعا ما بترجع لو عمل معاك تاني اعملها من جديد، وبمجرد ما بترجع بيقول لك تم تأكيد ال VPN. الخطوة اللي بعد كده بقى شوف بلد عدن فيها مرة واحدة بس، بتدوس هنا بامص اهو. بمجرد ما بتدوس كده بيظهر لحضرتك هنا ال VPN، شوف اي بلد تعدن فيها. الكلام ده تعمله مرة واحدة فقط، اختار مثلا هنا عندك هنا نشوف مثلا فرنسا اهي اسرع مثلا بلد، فبندوس عليها وبيجي هنا حضرتك نقول له كونتينوار بس،
احذف بقى التطبيق ده، مش محتاجينه تاني. بترجع على التطبيق التعدين اللي هو الليتل، بيقول لك مبروك تم اضافه الالف هاش. بمجرد حضرتك بمجرد ما بتدوس هنا على اوكي بيقول حضرتك انت كده مبروك. ما تنساش بقى حضرتك تعمل لايك. بتيجي بقى عشان تبدا التعدين بتاعك من هنا. دلوقتي بقى هننتقل لمرحله ازاي تسحب فلوسك من التطبيق. الحد الادنى للسحب بعمله البيتكوين هو 1000 ساتوشي. لو انت هتشتغل 24 ساعه فانت بتوصل 1000 ساتوشي في 4 ايام، لو انت هتشتغل ايام متقطعه فانت بتوصلها في اسبوع كامل. بمجرد حضرتك ما بيكون هنا عندك 1000 ساتوشي بتيجي اسفله هنا على ريترار بيتكوين او اسحب عمله البيتكوين. بيظهر معاك هنا خانتين، الخانه الاولى حضرتك بيقول لك هتسحب على العنوان ده ولا عايز تغيره، وهنا حضرتك بيقول لك حط الكميه اللي انت عايز تسحبها. في حالتي طبعا هنا ممكن اختار اي عنوان، لان انا بسحب على عنوان كتير جدا. فمثلا في حالتي بقول له هسحب على العنوان ده، وهنا بقول له عايز اسحب الماكس. تقدر تسحب كل الرصيد اللي عندك وتقدر تسحب 1000 ب 2000 براحتك. وبمجرد ما بتحدد الكميه بتيجي هنا تقول له كونفيرمار اللي هو علامه البوت، بتدوس عليها بالشكل ده وبتيجي تحت هنا في الاسفل تقول له ريترار. ركز بقى، احنا سجلنا بايميل جيميل صح؟ هيوصلك رساله دلوقتي على الجيميل، مش هينفع تسحب غير لما تدخل على الرساله وتقول له انا موافق اسحب. زي ما طبعا شايف الرساله وصلت اهي بالشكل ده، وبيقول لحضرتك هل انت موافق تسحب على العنوان ده؟ انت متاكد؟ بتقول له اه يا عم متاكد. فحضرتك بتيجي هنا وتقول له كونفيرمار على اثبات السحب. بس انت مش محتاج تعمل اي حاجه تاني. لو انت سحبت اكتر من 1000 ساتوشي في نفس اليوم هتلاقيهم موجودين في قلب محفظتك. لو انت سحبت 1000 ساتوشي فقط هتلاقيهم بيقعد من يوم لخمسة، عشان في ناس كتيره جدا بتقول لي ما بيوصلش، لانك انت حضرتك بتسحب اقل من 1000، انما لو بتسحب اكتر من 1000 بتيجي حضرتك في نفس اليوم بتلاقيهم. طيب انا لو عملت هنا ريفريش بتلاقي الرصيد لسه موجود، عشان الادمن هيدخل دلوقتي يوافق عليه بعد ساعه او بعد نص ساعه. بتيجي هنا على الريترار بيقول لحضرتك ما عندكش رصيد، لان الرصيد عندك هنا متعلق مستني الادمن يعمل له تأكيد. نفس الكلام بقى تعمله على الحساب التاني. يعني احنا دلوقتي سحبنا هنا زي ما طبعا شايف 90 دولار اللي هي موجودة عندنا، او اكتر من 90 دولار، خلينا نرجع نتأكد منها تاني. هنا موجود 94 دولار زي ما طبعا حضرتك شايف 94 دولار، وهنروح بقى نسحب من الايميل التاني. طبعا انا عامل حسابين على نفس المتصفح لان انا عندي البرو. لو انت عايز تنزل البرو طبعا ارجع لسلسلة ازاي تنزل البرو، سهلة وسهلة جدا، تقدر تعمل حسابين على نفس المتصفح. نفس الكلام برضو بتعمله هنا زي ما طبعا شايف هنسحب 74 دولار، احسبهم انت مع بعض بقى اكتر من 160، بيكون برضو نفس الكلام اللي انت عملته في الاول في التاني. زي ما طبعا حضرتك شايف هنا بتسحب اللي هو 017 عاملين 74 دولار، بتقول له انا لاست ريبوت وبتقول له ريترار البيتكوين. ونفس الكلام برضو بيبعت لك رسالة على الايميل بتاع حضرتك عشان تعمل عملية السحب، بيقول لحضرتك تم السحب بنجاح. زي ما قلت لحضرتك لو انت سحبت اكتر من 1000 ساتوشي بيوصلك تلقائي على محفظتك. لو انت سحبت اقل من 1000 ساتوشي، عفوا لو انت سحبت 1000 ساتوشي فقط، بيبقى من يوم لخمسة زي ما طبعا شايف هنا بتكون كونفيرمادا او مستنية الادمن يدخل يعمل لها تأكيد. بالشكل ده صاحبي انت بتكون سحبت فلوسك من التطبيق. طيب حضرتك دلوقتي بقى ازاي تشارك في الايردروب؟ لو انت موجود معانا في الايردروب هنا على البرنامج، لو انت بتعدل معانا في البرنامج هسيب لك بوست دلوقتي على تويتر. بمجرد ما بتخش على تويتر هتلاقي بوست موجود سيب اليوزر بتاع حضرتك. طبعا البوست لسه مش موجود، لسه دايما طبعا شايف هنا البوست مش موجود عندي، ولكن حضرتك بمجرد ما هنتهي من تصوير الفيديو هتلاقي في بوست هنا سيب الاي دي بتاع حضرتك. المطلوب منك سيب الاي دي وسيب عنوان بي ان بي سمارت. اما بالنسبه للناس اللي هي مستنيه ايردروب بالخمسه او ال 1000 دولار هنعمل فيديو تاني، عشان في ناس كتيره جدا عندها معلومات خاطئه ازاي تاكد البونص، وانا واثق ان كل الناس لحد دلوقتي لسه ما فكتش البونص. هعمل لكم فيديو تاني ازاي تسجل من جديد وازاي تفتح البونص، ونشوفك في الجديد على كوين 3.